السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ حلقه اليوم ان شاء الله غادي التتمه نتاعت الفقاسه، غادي نشوفوا النتيجه واش النهائيه ولا باقي كاينه شي حاجه اخرى كتخرج. غادي نشوفوا شحال خرج الحلقات الجوج اللي فاتوا، قلنا كاينه 27 وكاينه 21، هي 48 في المجموع. نشوفوا دروكا ان شاء الله شحال غادي نخرجوا من الفقاسه، وهي هذيك فرصه نتاعت نقول لكم دوزنا الحمد لله، دوزنا النص تاع الطريق، ما بقى لنا والو، نكملوا 100 كا. لذلك ما فيها بس اذا كل واحد فيكم اجوتا الاصدقاء ديالو ولا اللي داخل شي جروب بارطاجاها، ماشي جروبات نتاع طيور الزينه، عطى الله الجروبات، ولا اللي عنده باج الفيسبوك يبارطاجها في الفيسبوك. الى كل واحد فهاد ال 40000 مشترك دخل واحد ولا جوج، ان شاء الله 100 كا نقدر نكملوها في 48 ساعه ما كايناش. لذلك الله يحفظكم العزيز على قناة عاشق الببغاء، باش حنا نزيدو نبدعو ونزيدو نجيبو الجديد ونوفروا جميع انواع الببغاوات وطيور الزينة ان شاء الله. والحلقات ان شاء الله ديما غادي يكون الجديد، هذا الشيء هو اللي كيحفزنا يعني معنويا الاخوان، راه ماشي ماديا، لان القناة راه ما كتدخل حتى 4 دريال، راه معنويا دوك التعليقات ديالكم والتفاعل ديالكم، وفاش تنشوف شي حلقة الكم ديال اللي جا من الناس اللي عجبتهم، داكشي كيزيد يشجعني وكيحمسني انني نجيب الجديد ونهضر على مواضيع جديده، ماشي على دوك اللي كيفكروا انها ماديا. بالعكس هي كترفع المعنويات الانسان، وبز انا متاكد انها بتزيد تشجعني انا. هاد 100 كا هي اللي بتفتح لنا الباب ان شاء الله لنوصلوا للمليون، علاش لا؟ يا تبعوا معايا دروكا، غادي نمشيو نشوفوا ان شاء الله الكمالة نتاعت الفراخ واش كملناهم ولا باقي شي بيض اخر كيتفقس. المهم الا لقينا شي حاجه كالعاده، دروكا حطينا 48 هنا، ها هي البلاصه الاولانيه دروكا، والجدال هادو اللي بينا نجبدوهم دروك، ما غاديش نديرهم مع هادو، غادي نديرهم هنا بوحدهم. وهادو هما تبارك الله 48 اللي درناهم في صحه وسلام، بخير وعلى خير، ناشطين تيلعبوا تينقزوا مخيرين في صحتهم، يعني ما وقع لهم حتى شي حاجه. ويا هذيك دابا غادي الفقاسه غادي نفرتها كامله، علاش؟ غادي نحيد هذاك البيض نتاع الدجاج، حيت هذا هو الموعد ديالو اللي خصني نحطو ديريكت، نحيدو من البلاطو نتاعو، باش ان شاء الله غدا ولا بعد غدا بيبدا يتفقس ان شاء الله حتى هو، نشوف اشنو كاين فيه. تبعوا معايا، بسم الله. اخوان فرتت الحطانه باش ناخذ راحتي في الزان، اواحي نحيدو الغطاء الاولاني الاخوان باش ناخذ راحتي ان شاء الله. بسم الله، بسم الله، جوج ثلاثه ربعة، راح اسمح لي قلبتو، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، هو صفير بحال الاولاني، 16، 17، 18، هذا يلاه تيخرج من بيت تاهو، 18، 19، وهما 1، 2، 3، 4،
خمسة ستة سبعة ثمانية، هادو كلهم الاخوان شفتوهم باقي فازقين. يلا هانتوما باقي، يلا كيحاولوا يطلقوا راسهم، خليهم هانتوما شوفوا هذا يلا هو تيخرج تي باقي حاصل في البيضة ديالو. ها هو نعاونوه شي شوية، خليه يدبر راسو مع بيضتو غادي يخرج ان شاء الله. هانتوما كي شفتوا الاخوان هادو غنعاودو نخليهم ان شاء الله حتى الغدا تيكملوا مع البيضات الاخرين. ها هما راه باقي كيتشقوا، هانتوما كي تشوفوا ها هي واحد، شوفوا سبحان الله فين تيخرج، ها هو فين تيشق البيضة. شوفوا معايا الاخوان، ها هما كاملهم اغلبيه كلهم هما دابا تيشقوا البيضة. خصني نسد عليهم دغيا، نحاول نهزي هذوك الاخرين. ها واحد قبل ليا بقال ناشط نحطوه مع خوتي صافي، وهادو نخليوهم ان شاء الله حتى الغدا. حيت لقيت وحدين لتحت من هنا تيطيحوا الاخوان، كينقزوا من هنا وكيهبطوا للطاج التحتاني. حيت الطاج التحتاني انا حيدت منه شي بيض وكنلقى فريسات راه هما تحتني اللي بغيت نهزهم دابا الساعه، قول لي كيطيحوا من هنا هما. نحطو هادو ان شاء الله، نردو الباب لهادو باش يكملوا لينا البقيت ان شاء الله. هما كي تيخرجوا الاخرين شفتوهم تبارك الله ما شاء الله، نسبة البقيت كتبان ليا ان شاء الله بتكون ناجحة 100%. ها هما باري، دابا غادي نركبو الفريز باش ان شاء الله يكملو خدمتهم. دروكا غادي نحاولو نهزي راه الطاج الحداني باش نطيبو البيض ان شاء الله. تبعو معايا تشوفو الطريقة، نحاول نزرب عليه قبل من هذا الشيء. هذا الاخوان هانتوما بغيتو تشوفوا معايا دروكا، غادي نحاول نحيد هادو باش ما يبردوش، هما الاولانيين عاد غادي نهز داك البيض. بسم الله اسمح لي طاح ليا. اللهم بارك، القصارة ناجحة الإخوان وعلى ما كيبان لي راه بنسبة 100% الحمد لله. البيض تقريبا كلشي بان لي تشق، يعني صافي آخر أجل قليل غدا غادي يكون كلشي خارج إن شاء الله بحول الله. وهادو هما غادي يتمتعوا هنا إن شاء الله، غادي يتفاو وغادي يسخنوا بحال خوتهم الفوقانيين. دروكا غادي نحاول نهزو هاد البيض هذا، هانتوما تبعو معايا شوفو هاد البيض إن شاء الله غادي نحطو حيتو في المرحلة نتاعت الفقس ان شاء الله بحول الله هاد اليومين هاد. غادي نحيدو ليهم هاد البلاطو هذا باش ما يبقاوش تيتقلبوا، حيت هما كل ساعتين كيتقلبوا. غادي نحيدو ليهم هاد البلاطو هذا باش ما يبقاش تيتقلبوا صافي، حيت ان شاء الله الا كانوا ملقحين وميسرين هما راه هما تبارك الله الفلوس باين كاين فيهم. يلا يسر فيهم ان شاء الله ما نكونش خرجت عليهم بعد كثرة الحلال. كنحيدو البيض وكنحيدو هاد لافرايات. هانتوما كدا تشوفو الإخوان البلاطويات غادي يمشيو إن شاء الله يتعقمو ويتغسلو مزيان. ودابا البيضات غادي نربطوهم بنفس العملية، ولكن قبل بلاتي الإخوان نشوفو دوك السمانات لي كتليكم. هاهوما اللهم بارك تاهوما هما فين مخشيين، تيتيحو هادو من الفوق وتيدوزو هنا. أجي دايرين كلبية، اجي اجي تا انت دير قنية صغيرة صافي. اللهم بارك، هنا ما بقى والو. دابا نردو هاد الشيء هذا ان شاء الله. وغادي نردو البيض هانتوما كي تشوفو، غادي نحطو هاكا
ان شاء الله بحول الله يتقص. عنده ان شاء الله التاريخ ديالو يومين، يقدر غدا يبدا، يقدر بعد غدا ان شاء الله يبدا. دابا غادي نردو الحصان بلاصتها باش تكمل لينا البيض. بسم الله. دروكا ما غنركبش، فكرتيني اصلا الخيوط نتاع الماكينه اللي كتدور، لان صافي دابا تدور حيدنا. دونك غادي نشعلو لاباراي ونريقلو ليها المسائل ديالها، الى مريقلة ولا الى شعلات مريقلة راه مزيان. صافي هانتوما كي تشوفو مريقلة على 37.6 في الحرارة، ومريقلة على 57 في الرطوبة. دابا يلاه فيها 35.20 حيت تحلات، وفيها 51 في الرطوبة. هيا بات بدا كتطلع دروكا، بات بدا كتقاد في ظرف واحد جوج دقايق ولا ثلاثة، راه بترجع لهاد العدد اللي مريقلينا حنا عليه. صافي دروكا كي شفتو راه البيض راه واحد الطول وسطاني، راه غادي يبدا كيتفقس ان شاء الله في اليومين الاخرات ديالو. وهاد ما باقي هادو اللي هنا دوك اللي تفقسوا مع هادشي اللي يلاه كيتفقس، غنخليهم كاملهم حتى الغدا، عاد غادي نجي نجمع كلشي ان شاء الله. غادي يكونوا غالبا خرجوا كاملهم. انا كتبان لي الحمد لله نسبه التفقيس راه ناجحه الحمد لله. دابا وصلنا تقريبا شي 80% في التفقيس، بقى لينا نسبه قليله راه هي كتشق حتى هي، يعني الفقاسه ناجحه 100% مع السمان. هادو غادي نديروهم مع خوتهم اللي درنا جداد دابا، اللي خرجنا دابا شحال قلنا 19. المهم ما عقلتش اللي تفرج في الحلقه يعاود يذكرني، ما عقلتش شحال قلت هنا. المهم 19 هادو اللي لقينا طايحين لتحت، ها 20 21 22 23 24 25 26 27 28 كيزلقوا من اليد، دايرين بحال فويرات صغار. اللهم بارك. دابا هو الطاج، وباقي طاجات اخرين راه مستعدين لاي انتاج، يعني الى خرجوا فرا اخرين هما طاجات كتشعل فيهم البوله وتطلق حتى هما. لحد الان باقي هذا ما عمرناش، يعني هذا دابا فيه 48 فرخ. بلاتي الاخوان نزيدوه واحد جوج، نزيدو واحد، ها هو ها 49، نزيدو واحد اخر توا صفير 49، ها 50. يعني دابا هاد الطاج هذا هو زين 50 الحمد لله، مخيره من 90 مزيانين مع راسهم. ها هو 50 بياسة، وباقي كي قلت لكم هانتوما شوفوا التسع، باقي فين تزيدوا 50 اخرى. الناس اللي عندهم الانتاج كثير وعليهم الضغط راه باقي تزيد 50 اخرى هنا، يعني كل طاج يهز لك 100 فلوس. ولكن انا كيبان لي 50 هي الكافيه ليه باش يبقاو 90 مع راسهم وياكلوا براحتهم ويشربوا براحتهم. وديما المشربه حاول تجددها يوميا، تكون كتغسلها وتجددها. الطاج الاخر هو ان شاء الله تنكملوا ليه 50 الاخرى ديالو. وانتم كي تشوفوا الاخوان الحطانة نرجعوا لها دابا، غنلقاوها تقادت في الحراره طالعه شي شويه، خصني نزيد واحد شويه الماء وطالعه في الحراره شويه، غادي نقصوها من هنا باش تعاود تزيد تنزل شويه. ها هي غادي تنقص. هيا شويه ان شاء الله غادي نزيد هاد الجناب نتاعها، غادي نزيد شويه الماء حيت راه فاش حليتهم كله هو خاوي من هنا. غادي نعاود نعمر لها هاد الجناب كاملهم بالماء باش تطلع الرطوبه شي شويه،
وكالعاده هي هذه، حنا ان شاء الله في الانتظار ديالها، راه ما بقى لها والو. نتمنى الحلقه تاع اليوم الاخوان تكون عجبتكم، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله.